شكرا للزميل محسن العدوان الكواري، شكرا لضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بي ان سبورتس، اينما كنتم اهلا وسهلا في ديربي لندن. الصوره دائما على هذا الرجل كيبا الذي يجلس للمره الاولى في هذا الموسم خلال مسات الدوري على مقاعد البدلاء كخيار ياتي من المدرب ماوريسيو ساري، وبالرغبة الكبيرة المنتظرة في كرة القدم الإنجليزية، كرة بمحاولة من يسجل، من يضع كرة أولى في الشباك، ألونسو مباشرة، ثلاثة أيضا هو الآخر يمتلك ست أهداف، كرة بمحاولة خطيرة، غونسالو إيغواهين يضرب كرة في القاعدة ويمنع أصحاب الدار من أول أهداف المواجهة، تصل إلى هاري كين في مباراة اليوم، كرة في الجهة اليمنى، كانتي عرضية داخل منطقة بيدرو، يتقدم بيدرو يحاول أن يبحث عن كرة عرضية للجوء إلى بطولة الدوري. عموما كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، ماركوس ألونسو سدد، اصطدمت في اليد، مطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة أعطى استمرارية اللعب، أو هذا القائد أسبيليكويتا هو اللي سدد، لم يسجل في كل المباريات السبعة والعشرين السابقة. قرأت عن خبير أندرا مارينا، كرة بمحاولة في المنطقة وبعدت عادت من جديد، كوفازيتش لكن تسديدة الصربي أو عفوا الكرواتي إلى خارج أرضية الميدان، والكرة الماضية لكن ماركوس ألونسو في المكان المناسب، تغطية وإبعاد، بعد ذلك التدخل يأتي وقرار حكم المباراة يعلن من خلاله عن وجود الخطأ لمصلحة ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي. كرة بمحاولة أمامية سهلة عند حد، كرة بمحاولة خطيرة المحاولة عن خطأ، وصلت إلى إيغواهين سدد، التهديد الآخر يأتي مرة أخرى بأقدام الأرجنتيني، خطأ من أوغو لوريس، خطأ يأتي من الحارس الفرنسي بطل العالم، وبعد ذلك إيدن أزار، هي كرة ولا تأتي بانطلاقة الفرنسي سيسوكو، اللمسة أمامية في منطقة الجزاء، أرسون تقدم سون في منطقة الجزاء للكوري الجنوبي، ثم جاء بعد ذلك في عام 93 مدربا 94 ثم رحل بعد ذلك وترك الأمر لمواطنه الآن اللي هو بوتشيتيني. كرة في منطقة الجزاء، تدخل ياتي من الى الكوري الجنوبي سون هيونغ من، ثم بعد ذلك تريبير عرضيه داخل يلعب المحاوله في منطقه الجزاء خطيره، لكن كابايرو على الاختبار الاول للارجنتيني ويلي كابايرو ينجح من خلاله يبعد الكره الى خارج ارضيه الملعب، هذه الكره وهنا يلعب المحاولات الماضيه هيونغ من، وابعدت الكره من امامه، توقيت مميز جدا، مرتدة سريعة وصلت من هاري كين إلى سونز، عادت مرة أخرى عن طريق الخطأ، لمسة أمامية، إيريك لاميلا شارف في المنطقة، إيريك لاميلا كرة بتسديدة تأتي، خطيرة جدا، خطيرة المحاولة، سون أوهو. راية موجودة، والتسلل يأتي، لكن قبل ذلك كابايرو ينجح في الاختبار. كابايرو ينجح استوى جدول الترتيب بعد ما كان في فتره من الفترات الفريق كوفازيتش، لمسه بعد ذلك تصل عن طريق انجولو كانتي سدد الفرنسي، لكن كره تعالت العارضه والمحاوله وصلت الى خارج ارضيه الملعب، تصل الى ركله مرمى، أزار يلعبها في الجهه اليمنى، بيدرو على العرضيه، تاتي العرضيه في منطقه بشكل سريع، تعود المحاوله من جديد الى هاري كين في منطقه الجزاء، سدد، صدمت الكره وتحولت الى خارج ارضيه الملعب، وصلت الى ركله مرمى او ركله ركنيه على بير في الكرات الركنيه يلعبها خارج منطقه الجزاء، محاوله تاتي عرضيه الان، طالت من امام الجميع، تحولت الى خارج ارضيه الملعب، محاوله يبدو هاري وينكس، وبعد ذلك الكره والتسديده خطيره، هاري وينكس ياتي من منتصف ملعب المباراه ويضرب كره بالقدم اليمنى، هزت اركان ستانفورد بريدج هنا في ضاحيه فولام في العاصمه الانجليزيه لندن، للمرور والتوغل ينجح في ذلك من امام كوفازيتش، ثم كره عرضيه للخطر، حلو المرور من الكوري سود، ثم بعد ذلك المحاوله ليواصل نتائج او مباراه، يقدم مباراه جيده، عموما الكره المحاوله تهول، يستمر هنا في
في الشوط الثاني. كرة المحاولة حصلت في الجهة اليمنى عن طريق بيدرو، يبحث الدخول إلى منطقة الجزاء. أبعدة الكرة والمحاولة الماضية، عرضية مرت من أمام الجميع وصلت إلى خارج. كرة قدم هجومية من أجل الانتصار، لكن البريمير ليج لا يعطي اليمنى. بس بالكويتا، كويتا عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقاء 20 سنة. كرة بمحاولة الآن بمنطقة الجزاء، يوجد فيها ولا لاعب إنجليزي، ولا لاعب إنجليزي. كرة بمحاولة عرضية، هي الثلاثة الموجودة على مقاعد البدلاء. كرة عن طريق بيدرو، يتقدم، يدخل، يسجل، يسجل، يسجل بيدرو، يضع كرة في شباك لوريس ويكسر التعادل السلبي. يسجل لمصلحة أصحاب الدار، ويصنع الفارق الآن ليضع تشيلسي في المقدمة بهدف بعد مرور 11 دقيقة من شوط المباراة الثاني. يتقدم نادي تشيلسي عن طريق الإسباني بيدرو، حتى وإن غاب الإنجليز اللندني تشيلسي موجود بالأسماء التي تلعب له. ذلك كان آخر فوز، آخر فوز. كرة بمحاولة وتسديدة خطيرة إلى خارج أرضية ملعب. كرة إريكسن تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى كابايرو. 90 كان آخر فوز لتوتنهام على أرضية ملعب ستانفورد بريدج. توتنهام عنده 81 زيارة لهذا الملعب في كل البطولات، حقق 23 فوز. لكن تخيل آخر 32 زيارة توتنهام لم يحقق الانتصار منذ عام 1991 إلى أن حققه في الموسم الماضي، إلى أن حقق الانتصار في الموسم الماضي. أي في تشيلسي تعود المحاولة عموما من جديد، عرضية في منطقة لتوتنهام، كرة تصل إلى سون، لبسة إلى إريكسن في منطقة الجزاء، التصديات، بيدرو في المكان المناسب، بيدرو في المكان المناسب. سنتحدث عن الأرقام، لكن هنا بين ديفيس، عرضية في منطقة الجزاء، كرة هاري كين إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة جدا المحاولة الماضية من الدولي الإنجليزي هاري كين، لكن كرة تمرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرة. ممكن هو تفاجأ، ستكون المباراة رقم 30. هل يواصل من دون تعادل؟ منذ بداية شوط المباراة الثاني كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الرأسية، لكن مرت، مرت إلى هدفين من الخماسية. كرة بمحاولة خطيرة، خاطئة، أوهو،